اليوم حنروح للمطعم. واسم المطعم حوكب كاري كافي. وهذا هو القائمة الطعام تبعه. هذا صفحة المشروبات وهذا صفحة الحلويات. أنا طلبته كاري بالدجاج، شوربة بالطحالب، وسلطة صغير، طبعاً بعد الأكل لازم نأكل كيكة وآيس كريم. هلأ رايحين على مكان تاني. اسم المحل مامستاج، هذا محل كوري. وأخيراً خلصنا، شوفكم مرة جاي.